الحقيقة نزل قبل أيام كتاب أصحاب القضية وهم وبطلان، وحتى لا يلتبس الفهم على البعض ارتأينا أن نشرح بعض فصول هذا الكتاب أو كل عناوين هذا الكتاب، لأن في الواقع بدأ الفهم الخاطئ بصورة عن قصد وعمد أو نتيجة القصور، فارتئينا لشرح هذا الكتاب الذي حوى في الحقيقة الأسباب التي أدت إلى ظهور أصحاب القضية، أدلة بطلان قول أصحاب القضية، ما هو عمل الشيطان مع المصلحين، لماذا يتخوف الاستكبار من أمر خفاء العنوان، إشكالية معرفة الإمام المهدي، وأخيرا جاء عنوان نصائح وفوائد. النصائح والفوائد في واقع الأمر هي كيفية التعامل مع المصلح أو المصلحين بشكل عام. فكانت الأسباب ما يقارب 7 أسباب التي أدت إلى القول بهذا المعنى لأصحاب القضية، أيضا حوى أكثر من 8 أدلة على بطلان القول لأهل القضية. اليوم ارتأينا أن سنتكلم على أدلة واحدا بعد الآخر. اليوم سنتكلم على دليل بطلان أصحاب القضية، وهو دليل سنبينه الآن. في الواقع أن أصحاب القضية اعتمدوا بشكل مباشر أو قل في أغلب آرائهم على موسوعة الإمام المهدي للسيد الشهيد محمد الصدر قدس الله سره الشريف، باعتبار أنهم اختاروا المحور الرئيسي والمحرك الرئيسي للذهاب بهذا القول، واعتمادهم على أطروحة خفاء العنوان بعد أن طرح السيد الشهيد في موسوعته المباركة أطروحتين، الأولى سميت خفاء العنوان والثانية خفاء الشخص. بعد أن رجح السيد الشهيد أطروحة خفاء العنوان لعدة أسباب ولعدة ضمانات فهمها البعض فهما خاطئا وتمسك بها كدليل قطعي على ما ذهبوا إليه بإدعائهم بأن سماحة السيد القائد مقتدى الصدر هو الإمام المهدي لكنه يتحرك بعنوانه الثاني. ينتج عن هذا الأمر، قلنا إذا تمسكوا بأن من قال هذا الكلام هو مرجعهم وهم يتبعونه بطاعة تامة ويطبقون أقواله صغيرها وكبيرها، ولم يوجد أي نفي لما قال حتى يغيروا فكرتهم، ينتج من ذلك أنهم إذا تمسكوا بهذه الأطروحة على أساس أن أطروحة خفاء العنوان وأن الإمام يتحرك بعنوان ثاني وغير عنوانه الحقيقي، سينتج أمران. وقبل أن نتعرض إلى هذين الأمرين لا بأس أن نذكر ما جاء في الموسوعة حول أطروحة خفاء العنوان. يقول السيد الشهيد قدس سره الشريف، ونريد به حول القضية أطروحة خفاء العنوان، ونريد به أن الناس يرون الإمام المهدي عليه السلام بشخصه بدون أن يكونوا عارفين أو ملتفتين إلى حقيقته، فإننا سبق أن عرفنا من تاريخ الغيبة الصغرى أن المهدي عليه السلام رباه أبوه محتجبا عن الناس إلا القليل من الخاصة الذين أراد أن يطلعهم على وجوده ويثبت لهم إمامته بعده. ثم ازداد المهدي عليه السلام احتجابا بعد وفاة أبيه وأصبح لا يكاد
يتصل بالناس إلا عن طريق سفرائه الأربعة غير عدد من الخاصة المأمونين الذين كانوا باحثين عن الخلف بعد الإمام العسكري عليه السلام كعلي بن مهزيان الأهوازي وغيره. وكان المهدي عليه السلام يؤكد عليه في كل مرة الأمر بالكتمان والحذر. انتبهوا، حتى في ذلك الزمان التأكيد على الكتمان والحذر، التأكيد على الكتمان والحذر. وكلما تقدمت السنون في الغيبة الصغرى وتقدمت الأجيال قل الذين عاصروا الإمام العسكري عليه السلام وشاهدوا ابنه المهدي عليه السلام حتى انقرضوا، ووجدت أجيال جديدة لا تعلم من أسلوب اتصالها بالإمام عليه السلام إلا الاتصال بسفيره على أفضل التقادير. وكان هذا الجيل بشكل عام جاهلا بالكلية بسحنة وشكل إمامه المهدي عليه السلام، بحيث لو واجهوه لما عرفوه البتة إلا بإقامته دلالة قطعية على شخصيته. ومن هنا تيسر له فرصة السفر إلى مختلف أنحاء البلاد كمكة ومصر، ومن دون أن يكون ملفتا لنظر أحد. وهذا ما نعنيه من خفاء العنوان، فإن أي شخص يراه يكون غافلا بالمرة عن كونه هو الإمام المهدي عليه السلام، وإنما يرى فيه شخصا عاديا كسائر الناس لا يلفت النظر على الإطلاق. ويمكن للمهدي عليه السلام أن يعيش في أي مكان يختاره وفي أي بلد يفضله سنين متطاولة من دون أن يلفت إلى حقيقته نظر أحد، وتكون حياته في تلك الفترة كحياة أي شخص آخر يكتسب عيشه من بعض الأعمال الحرة كالتجارة أو الزراعة أو غيرها، ويبقى على حاله هذه في مدينة واحدة أو عدة مدن حتى يأذن الله تعالى له بالفرج. تاريخ الغيبة الكبرى للسيد الشهيد محمد الصادق قدس سره، نشر دار القارئ، بيروت، الطبعة الأولى 1428 هجرية الموافق 2007 ميلادي، الجزء الثاني صفحة 38 و39. نرى كيف أن السبب المباشر لاختيار أو ترجيح السيد الشهيد لأطروحة خفاء العنوان هو للحفاظ على الإمام المهدي في تحركه في قضاء حاجاته وقضاء حاجات المؤمنين الآخرين، لأنه السبب الضامن لعدم معرفة الإمام من خلال خفاء عنوانه. قلنا هذا الأمر ينتج، أو هذه الأطروحة ينتج منها أمرين. الأول، إذا كان أصحاب القضية مطيعين إلى ما ورد وجاء في موسوعة الإمام المهدي وهم يطبقون ما فيها، فإن أطروحة خفاء العنوان لا زالت قائمة، فلماذا ذهبوا إلى اختيار أطروحة أو كسر الأطروحة الأولى التي هي خفاء عنوان الإمام إلى كشف عنوان الإمام أو الإعلان عن عنوان الإمام عندما يشيرون إلى شخص معين وعندما يقولون أن فلان هو الإمام المهدي؟ أليس هذا مخالفة وعصيان وضرب الموسوعة؟ هذا الشكل واضح، باعتبار أن السيد الشهيد قدس سره الشريف ذهب إلى خفاء العنوان وعدم إعطاء أي معلم أو إشارة إلى رفع هذه الأطروحة، لا زالت هذه الأطروحة قائمة كون الإمام نفسه لم يعلن عن ذاته، فكيف أجازوا لنفسهم الكشف عن العنوان وضرب أطروحة خفاء العنوان؟ أليس هذا من المبتنيات الباطلة؟ هذا طبعا إذا ثبتنا أن السيد قد تمسك بأطروحة خفاء العنوان، وقد تسايرنا معهم كون أن السيد الشهيد قد تمسك بهذه الأطروحة ولكنهم بادعائهم بأن فلان هو الإمام المهدي قد أثبتوا عمليا بأنهم قد خالفوا قول السيد الشهيد وأنهم كسروا أمرا مهما وخالفوا أمرا مهما اعتمده السيد الشهيد في موسوعته المباركة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وهنا وقع به في التباس حقيقة. الأمر الثاني أن السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية قد أعاد النظر في أطروحة خفاء العنوان. انتبهوا إلي رجاء، قلت قد أعاد النظر في أطروحة خفاء العنوان ولم أقل قد
لغى أو أنهى أطروحة خفاء العنوان. كان السيد الشهيد في موسوعته المباركة كما قلنا قد طرح أو قال بأطروحتين، الأولى خفاء العنوان أن يتحرك الإمام بلحمه ودمه لكن عنوانه مخفي غير معلن. الأطروحة الثانية لا، أطروحة خفاء الشخص أي يتحرك لكن بدون آثار مادية، لا يرى، لا نستطيع أن نراه، العين لا تبصر وجود الإمام. ذهب بالموسوعة المباركة إلى أن رجح أو عفوا قد رجح في موسوعته هذه مرجح أطروحة خفاء العنوان، لكن عندما ذهب أو أعاد النظر بهذا المطلب لم يلغي الأطروحة ولم يعتمد بعد حين على أطروحة خفاء الشخص أبدا، وإنما عامل الترجيح الذي كان قد تعلق بأطروحة خفاء العنوان قد انزال، أي بقيت أطروحة خفاء العنوان لكن يمكن القول بأنها ممكن أن تحدث، وبالجانب الآخر ممكن أيضا أن يحدث مسألة أطروحة خفاء الشخص، أي هنالك توازن بين الأطروحتين. لا يرجح، التفتوا إلي، لم يلغي أطروحة خفاء العنوان أبدا لم يلغيها، ولكن عامل الترجيح ارتفع، وهذا الأمر لم يأتي من تشخيص ذاتي وإنما بقوله قدس سره الشريف كما قال أنني إنما كنت أعتقد بها أطروحة خفاء العنوان لأنني سمعتها من أسلافي لا لقيام دليل عليها حقيقة، وهي لها منحا مادي إلى حد ما، وذلك لأن فيه احتراما لما يسمى بالقانون المادي أو الطبيعي، وقد ذكرت في اليوم الموعود إن القوانين الطبيعية ليست بصحيحة فليس لها وجود خارجي. السيد الشهيد قدس سره الشريف هو الذي يقول لها منحا مادي وليس غيره، ولذلك ما معلوم أن المنحى المادي أيضا سلبيات. أراد أن يعطي السيد الشهيد للمنحى الغيبي بعدا نستطيع أن نتعامل معه وعدم الاتكاء فقط على البعد المادي الذي هو عبر السبب والمسبب، كأنما عندما نعتمد فقط على أطروحة خفاء العنوان من دون الاتكاء أو الاعتماد أيضا بنفس القيمة على أطروحة خفاء الشخص يكون هنالك خلل، لأننا سوف نتكي على السبب المادي فقط، على السبب والمسبب، العلة والمعلول، وهذا أيضا ينتج بعض الأمور السلبية. أما إذا اعتمدنا أيضا لم نلغي أطروحة خفاء العنوان أبدا، لم نلغيها، لم ولن تلغى أطروحة خفاء العنوان، تبقى قائمة لكن لا ترجح على أطروحة خفاء الشخص، لها نسبة ولأطروحة خفاء الشخص لا أيضا نسبة، قد تكون متساوية، أو قل قد يتعامل الإمام المهدي حسب المصلحة في اختياره خفاء العنوان أو في اختياره لخفاء الشخص، قد تستدعي ظروف معينة أن يختفي بشخصه، وهذا أيضا أشار إليه السيد الشهيد في الموسوعة نفسها في عدة أمثلة. أيضا ينتج هذا البعد الغيبي أو الاعتماد على البعد الغيبي ينتج لنا شيئين، الأول يعطي زخم معنوي للمؤمنين كونه إن هناك البعد الغيبي له خواص كما طرحت في الآية المباركة في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، هناك قيمة معرفية التعامل معها له نتائج إيجابية جدا واضحة. كذلك يعطي لنا الشيء الآخر كما قلنا الشيء الأول هو بعد معنوي أو زخ بعد معنوي عالي للمؤمنين، كذلك يعطينا منفذ آخر وهو عدم الاعتماد الكلي على الجوانب المادية وإنما الالتقال بنفس المنحى أو أكثر على الجوانب الغيبية، كون الجانب الغيبي أشد تأثيرا وهو في بقائه وفي تأثيره، قوانينه وعلله أعلى من قوانين وعلل الأسباب المادية. زين، أيضا أريد أن أنوه على أمر هام قد فهمه البعض، لا أريد أن نقول أنه فهموا المطلب خطأ، اقتطعوا هذا المقطع من الكتاب البعض أقول،
وظنوا بأني قد أردت أن عدم تصويب الموسوعة، وهذا قطعا لم يحدث، لأن الموسوعة كما قلت في كتبي وفي نفس الكتاب أيضا قلت موسوعة مباركة، لم يأتي كاتب بمثل مضمونها ومادتها ومتنها، لأنها حوت الأمور الكثيرة، عقائدية، فقهية، استدلالية، فلسفية، حتى أن لا زال بعض المفكرين، أو في كتابي الولاية العامة قد اخترت بعض الأمور التي نستدل بها باجتهاد السيد الشهيد بواسطة هذه الموسوعة المباركة، حتى ولا نذهب بأن السيد قد غير آراه بالكلية في هذه الموسوعة. نعم، في هذه الجزئية، جزئية على حد علمي جزئية أطروحة خفاء العنوان كما صرح السيد الشهيد نفسه، وليس من بنات نفسي أو من أفكار الخاصة، وإنما كما قلنا أن السيد الشهيد هو الذي رأى أو نحى منحا آخر حسب قوله، كما قلنا أعيد قول السيد الشهيد: إنني إنما كنت أعتقد بها لأنني سمعتها من أسلافي لا لقيام دليل عليها حقيقة، وهي لها منحا مادي إلى حد ما، وذلك لأن فيه احترام لما يسمى بالقانون المادي. في هذه أصبح له رأي، أيضا هذا الرأي لم يلغي الأطروحة خفاء العنوان، وإنما رجح، كان يرجحها على خفاء الشخص، الآن انتفى الترجيح فقط ولم تنتفي هذه الأطروحة، بقت هذه الأطروحة. وكذلك له رأي في المعجزة، المعجزة كانت التي أوردها وقال في الموسوعة كأنما المعجزة لا تتم إذا ما كانت هنالك الأسباب الدنيوية قادرة على إعطاء الهدف من دون تدخل المعجزة. أيضا أصبح له منحا آخر، قال قدس سره الشريف أن المعجزة من الممكن في أخريات حياته، من الممكن أن تتحقق حتى ولو كانت الأسباب، ممكن أن تتحقق بالأسباب الدنيوية. أيضا أراد أن ينحى هذا المنحى الغيبي. في هذه فقط هناك تغيير في الموسوعة، أما غيرها فهذا الأمر راجع إلى السيد الشهيد نفسه، ولا يستطيع أي أحد أن يتجرأ ويقول أن الموسوعة قد بليت ولم تعد معدة لهذا الزمان. هذا فهم خاطئ، والذي يستدل بهذا عليه أن يعطي دليل. الموسوعة تبقى خير جليس وخير معين لمن يريد أن يعرف إمامه، ولن يستطيع أن يجد ضالته بأي كتاب آخر مهما قرأ، مهما تصفح من عناوين، لن يجد ضالته الواقعية في معرفة إمامه المنتظر إلا من خلال هذه الموسوعة المباركة، إلا من خلال هذه الموسوعة المباركة. الجانب الآخر أيضا ذكرته في الكتاب الذي يدل على أن السيد الشهيد، نعطي إثباتات على أن السيد الشهيد قد نهى منحا آخر حول أطروحة خفاء العنوان. هناك استفتاءان قدم على السيد مقتدى الصدر. الأول: سيدنا، هل صحيح أن السيد محمد صادق الصدر قدس سره قد نفى أطروحة خفاء العنوان في آخر حياته وعدل عن رأيه بخصوص أطروحة خفاء العنوان في الموسوعة المباركة؟ أكرر السؤال: سيدنا، هل صحيح أن السيد محمد صادق الصدر قدس سره قد نفى أطروحة خفاء العنوان في آخر حياته وعدل عن رأيه بخصوص أطروحة خفاء العنوان في الموسوعة المباركة؟ أجاب السيد القائد باسمه تعالى: هناك عدة نقاشات، قد يسمى بعضها إلغاء، قد يسمى بعضها إلغاء. الثاني: وكذلك سئل في كتاب العشق الأبدي في سيرة والدي، ذكر السيد الشهيد الصدر قدس سره أطروحة خفاء العنوان في موسوعته، ولكنه في كتاب الشذرات قيل أنه تراجع عنها ورجح أطروحة خفاء الشخص، فما مدى صحة ذلك سيدنا؟ أجاب السيد باسمه تعالى: هذا ما أجبت عنه أكثر من مرة في استفتاءين سابقين، أستطيع أن أقول نعم. انتبهوا، أستطيع أن أقول نعم. هذا الشيء المهم،
نحن لا نتكلم من خلجات أنفسنا ونتبع أهواؤنا، وإنما نستدل بما نقوله بما يقوله السيد الشهيد وما يقوله بوريثه العلمي. وأكثر الناس إحاطة بما أراد السيد الشهيد من خلال أطروحاته أو كلامه أو تآليفه، وهو ابنه السيد القائد مقتدى الصد. مقتدى الصد هو الذي، السيد القائد مقتدى الصد هو الذي يقول أستطيع أن أقول نعم عن أي شيء، هو فكرة تعديل أطروحة خفاء العنوان وترجيح أطروحة خفاء الشخص. أعيد الاستفتاء، هذا ما أجبت عنه أكثر من مرة في استفتاءين سابقين، أستطيع أن أقول نعم ولا أقل، أنه ناقش بها طويلا. فراجع العشق الأبدي في سيرة والدي للسيد مقتدى الصد، نشر مكتبة البصائر بيروت، طبعة الأولى 1433 هجرية، الموافقة 2012 ميلادية، صفحة 88. وهذه صورة الاستفتاء، الذي يحب أن يتأكد إذا قربت الاستفتاء الذي قال به، أحب أن تقرب الصورة. قد عرضته في كتاب أصحاب القضية، أرجو عندما تطالع الكتاب تلتفت إلى هذه الدقيات والجزئيات، ولا تعتمد على قول من هب ودب، واتقوا الله فيما تقولون. هذا الاستفتاء، والذي يحب أن يراجع العشق الأبدي يرى ذلك واضحا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.